أنا هي هذه ميغان 1.4 إيسونس 1.4 بنزينة، ركبنا لها موتور. بعد ما ركبنا الموتور وكل شيء طلعت فيها كل العملية متاع فوف هذيك، فقعدت تعمل لك فوف مولت ما يعني رونتيها وطالعها وهابط اكسيلاري وحدها، ولينا قلنا خلينا نعمل لها ديجنوستيك يعني فحص. يعني علاش قلت لك انا فهم الناس نتاع ديجنوستيك تلقاهم عندهم صنعه وعندهم خبره وعندهم كل شيء. ما عمل كل شيء، قال كل شيء مليح، قال ما في حد شيء ينجم يكون قال التنفيس في الكولكتر هذايا، هذا اللي بقى لكم يعني ميكانيك وموتور ما شاء الله عليه ما فهم شيء. قال حلوا الكولكتر هذايا وبدلوا الجوانات، وكان الامر كذلك ما فماش حاجه ظاهره، ما قلنا الجوانات يابسين ولينا حلينا الكولكتر وبدلنا الجوانات. هذوما عندنا اربعه هنا، يجوا هنا اربعه هنا ريتو، وجي كعبه هنا يعني هذه كعبه تجي اوفال هكا شويه، وهذا ما يجوا اربعه كيف كيف. بدلناها الحق ما شاء الله، ها تو باش نسمعكم صوتها يعني مع ركحت. قبل كانت طالعه هابطه طالعه هابطه يعني وداخله بعضها. شفتوها تو ركحت ما شاء الله. هذا يعني الكيت هذا مش غالي، هو قريب ال 28 دينار 29 دينار، مكتوب عليه حتى كيت نتاع كل كسير هنا. تو مازال باش نزوها للديكونستيك باش كامل يمسح لها الاخطاء القديمه اللي موجوده، ونعطوها لمولاها شويه يعني تراك كسير شويه. سكت خدم ما شاء الله ركحت، كانت ما يبدي كانت تكسيلاري وحدها وما مش راكحه بكل، على خاطر كعبتين جوام بلاستيك يعني اربع كعبات جوام بلاستيك هذوما. هاي سكت عليه. عندنا هي هذه ميغان 1.4 ايسونس 1.4 بنزينه، ركبنا لها موتور. بعد ما ركبنا الموتور وكل شيء طلعت فيها كل العمليه نتاع فوف هذيك، فقعدت تعمل لك فوف مولت ما يعني رونتيها وطالعها وهابط اكسيلاري وحدها، ولينا قلنا خلينا نعمل لها ديجنوستيك يعني فحص. يعني علاش قلت لك انا فهم الناس نتاع ديجنوستيك تلقاهم عندهم صنعه وعندهم خبره وعندهم كل شيء. ما عمل كل شيء، قال كل شيء مليح، قال ما في حد شيء ينجم يكون قال التنفيس في الكولكتر هذايا، هذا اللي بقى لكم يعني ميكانيك وموتور ما شاء الله عليه ما فهم شيء. قال حلوا الكولكتر هذايا وبدلوا الجوانات، وكان الامر كذلك ما فماش حاجه ظاهره، ما قلنا الجوانات يابسين ولينا حلينا الكولكتر وبدلنا الجوانات. هذوما عندنا اربعه هنا، يجوا هنا اربعه هنا ريتو، وجي كعبه هنا يعني هذه كعبه تجي اوفال هكا شويه، وهذا ما يجوا اربعه كيف كيف. بدلناها الحق ما شاء الله، ها تو باش نسمعكم صوتها يعني مع ركحت. قبل كانت طالعه هابطه طالعه هابطه يعني وداخله بعضها. شفتوها تو ركحت ما شاء الله. هذا يعني الكيت هذا مش غالي، هو قريب ال 28 دينار 29 دينار، مكتوب عليه حتى كيت نتاع كل كسير هنا. تو مازال باش نزوها للديكونستيك باش كامل يمسح لها الاخطاء القديمه اللي موجوده، ونعطوها لمولاها شويه يعني تراك كسير شويه. سكت خدم ما شاء الله ركحت، كانت ما يبدي كانت تكسيلاري وحدها وما مش راكحه بكل، على خاطر كعبتين جوام بلاستيك يعني اربع كعبات جوام بلاستيك هذوما. هاي سكت عليه.